أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. أضرار كبيرة نتيجة العدوان التركي على بلدة أبو راسين. أنقرة تواصل قرع طبول الحرب شمالا وتحشد لتنفيذ عدوانها البري. عصب الحياة في المحافظة، المنطقة الصناعية في دير الزور تعود للعمل بعد إعادة تأهيلها. وفي محافظة اللاذقية ارتفاع أسعار الأسمدة يهدد بتراجع الإنتاج الزراعي. أهلا بكم من جديد. جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم اعتماد قرار بأغلبية الدول الأعضاء يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وصوتت لمصلحة القرار المعنون الجولان سوري 92 دولة مقابل رفض كيان الاحتلال وثماني دول، في حين امتنعت 65 دولة عن التصويت. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي إن تصويت أغلبية الدول الأعضاء لمصلحة مشروع القرار المعنون الجولان السوري وأيضا لمصلحة القرارات المتعلقة بفلسطين يعبر عن التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبشكل خاص المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وحرص تلك الدول على رفع الظلم عن الشعوب الرازحة تحت الاحتلال ودعمها لنيل حقها في التحرر منه. وأوضح نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن تعنت إسرائيل ورفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة يؤكد حالة العجز غير المقبولة للأمم المتحدة في إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان، وذلك جراء الحصانة من المساءلة التي توفرها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى ودعمهم اللامحدود لها داخل الأمم المتحدة وخارجها، الأمر الذي شجع سلطات الاحتلال على مواصلة ممارساتها العدوانية وتصعيد اعتداءاتها على الأراضي السورية والمرافق المدنية بما في ذلك الموانئ والمطارات المدنية، ما يعرض أرواح المدنيين للخطر ويعرقل إيصال المساعدات الإنسانية الأممية ويهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم. تسبب العدوان التركي على بلدة أبو راسين بريف الحسكة خلال الساعات الماضية بأضرار كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين، ونحو مزيد من التسخين تتجه الأوضاع الميدانية شمالا، حيث يحشد جيش الاحتلال التركي تمهيدا لتنفيذ غزو بري بذريعة حماية أمنه القومي، مستغلا الحالة الدولية المتشابكة وتمسك ميليشيات قسد بخياراتها الانفصالية التي تسببت قبل 3 سنوات باحتلال عفرين وتهجير أهلها. النظام التركي أعلن عن اتخاذه جميع التحضيرات العسكرية واللوجستية اللازمة لشن العدوان الجديد على مناطق سيطرة ميليشيات قسد. وفي مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي ناتو في العاصمة الرومانية بوخارست، قال وزير خارجية الإدارة التركية مولود تشاويش أوغلو: ينبغي للبعض من حلفاء أنقرة وقف دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، في إشارة إلى ميليشيات قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية والتي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة أيضا بمنظمة إرهابية. وعلى الضفة المقابلة، كشفت مصادر إعلامية أن قوات الجيش العربي السوري أرسلت تعزيزات عسكرية تضمنت دبابات T-90 حديثة وناقلات جند ومئات من العناصر. وانتشرت هذه التغريدة على طول خط التماس مع ما يسمى الجيش الوطني الموالي للاحتلال التركي في ريف حلب الشمالي، مؤكدة أن هذه التعزيزات الجديدة هي الأضخم منذ بدء التصعيد العسكري مساء 19 من تشرين الثاني الماضي. بدورها أنشأت القوات الروسية نقطة عسكرية جديدة
في قرية تلجيجان ضمن مناطق انتشار الجيش العربي السوري وقصد في ريف حلب الشرقي، وفق المصادر التي أوضحت أنه وفور وصول القوات الروسية إلى القرية المتاخمة لقرية عبلة بريف الباب شرق حلب الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته، ويوجد فيها قاعدة عسكرية للاحتلال التركي قامت برفع العلم الروسي ونشر المدافع الميدانية في محيط النقطة الجديدة. وبموازاة ذلك، وجهت وحدات الجيش العاملة في قطاع ريف إدلب من منطقة خفض التصعيد ضربات مدفعية إلى مواقع تنظيم النصرة ردا على خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار واعتدائه على نقاط عسكرية. وأكد مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش دكت بالمدفعية الثقيلة مواقع للإرهابيين في محيط فليفل والبارة بريف إدلب الجنوبي، موضحا أن الضربات المدفعية كانت ردا على خرق النصرة اتفاق وقف إطلاق النار في خفض التصعيد واعتداءاته بالقذائف الصاروخية على نقاط عسكرية في محاور التماس بريف إدلب. ولفت المصدر إلى أن الهدوء الحذر ما يزال سيد الموقف في محاور قطاع سهل الغاب بريف حماة الشمالية. وفي البادية الشرقية، قضت وحدات من الجيش العربي السوري على العديد من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي خلال اشتباكات ضارية في بادية دير الزور الشرقية، وذلك وفق قول مصدر ميداني غير رسمي أوضح أن الوحدات العسكرية تواصل تمشيط قطاعاتها في البادية من خلايا التنظيم. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي المدعو أبو عمر المهاجر مقتل متزعم التنظيم أبي الحسن الهاشمي القرشي. وذكر المهاجر في تسجيل صوتي نسب إليه ونشرته حسابات جهادية أن القرشي قتل من دون أن يوضح بالضبط ظروف ومكان مقتله، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية. وأعلن المهاجر تعيين المدعو أبي الحسن أو أبي الحسين الحسيني القرشي زعيما جديدا ليكون رابع زعيم للتنظيم الإرهابي. واصلت الجهات المعنية في مركز التسوية بمدينة المعارض بحي الوعر بمدينة حمص عملية تسوية أوضاع المطلوبين من المدنيين والعسكريين وفق بنود الاتفاقات التي طرحتها الدولة تمهيدا لممارسة حياتهم الطبيعية. الأمور الحمد لله تمام التمام، ما في أي شيء بنوب نهائيا ولا حد يخاف، الامور طبيعيه 100%، ما في اي شيء الحمد لله رب العالمين. ندعو الناس كلها تجي هالبلد وحضن الوطن، نحن متاكلخ نجينا لهون ولا حد سالنا اي سؤال، الامور سهله كثير، ما في اي شيء، الحواجز ما دقت انه المعامله هون كثير مليحه، يعني ما بس انه ما في شيء نوب. الحواجز ما حكوا عادي طريق زحمه، ونشكر سيدنا الرئيس على هذا الشيء ونشكره كثير. تعامل ولا احسن من هيك، شيء احسن من هيك ما في. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار متفرقة فوق المناطق الساحلية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو باردا في المناطق الجبلية ومائلا للبرودة ليلا بشكل عام، محذرة من تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج. كشف مدير الصناعة في اللاذقية رامي كحيلة أن المديرية منحت ترخيصا لمنشأة جديدة خلال العام الجاري وعددها 47 منشأة تشغل 194 عاملا برأس مال 3,500,000,000 ليرة سورية، و19 منشأة حرفية تشغل 43 عاملا برأس مال 2,000,000,000 ليرة تقريبا. وبلغ إجمالي المنشآت الصناعية القائمة في محافظة اللاذقية وفق القانون 21 حتى منتصف الشهر الجاري
1180 منشأة تشغل 6742 عاملا، منها 337 منشأة هندسية و242 40 منشأة كيميائية و400 و72 منشأة غذائية و129 منشأة نسيجية. بالمقابل كان إجمالي المنشآت الحرفية القائمة 6647 منشأة تشغل 13727 عاملا، أغلبها منشآت هندسية وغذائية. تعود المنطقة الصناعية في حي الصناعة بمحافظة دير الزور للعمل بعد إعادة تأهيلها، وذلك بعد عدة سنوات من التوقف، حيث تعتبر عصب الحياة في المحافظة ومؤشرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. بعد إعادة الترميم والتأهيل وتنفيذ مشاريع عدة في البنى التحتية من خلال الدعم من إحدى المنظمات الدولية لـ80 محلاً صناعياً، عادت المنطقة الصناعية بدير الزور إلى سابق عهدها. قسم المشروع إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى هو تم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بأقطار 30 و40 بحدود 700 متر، بالإضافة إلى تمديد خطوط المياه أيضاً وترحيل أنقاض، بالإضافة إلى تركيب 25 عمود من أعمدة الإنارة. هاي كمرحلة أولى، وخلال الفترة القادمة إن شاء الله راح يكون في المرحلة الثانية، هي لاستكمال موضوع الصرف الصحي أيضا بأطوال إلى بحدود 1 كيلومتر، وأيضا موضوع خطوط المياه بحدود 1 كيلومتر. المنطقة الصناعية تضم أكثر من حوالي 1500 محل بالسابق قبل الأزمة، لكن بالوقت الحالي المنظمة ساهمت بتأهيل البنى التحتية، المنظمة ومجلس المدينة بتأهيل البنى التحتية بالكامل من صرف صحي ومياه شرب والطاقة الشمسية وتجهيز لتمديد الشبكة الكهربائية. هذا وتعد المنطقة الصناعية عصبا للحياة في محافظة دير الزور، وبإعادة تأهيلها تخطو المدينة خطوات لإعادة الاستقرار بشكل أسرع. الحمد لله رجعنا على المنطقة الصناعية، والحمد لله رب العالمين، والمنظمة ما قصرت ساعدتنا. بالله هون أحسن من شارع السجن بشفير، يعني لا تضايق جار ولا جار يضايق منك، خلاص منطقة صناعية بين منطقة صناعية، يعني بين بعض الناس والسكان ما هي زيبطة. نتحمد الله انه بس يجينا الكهرباء والنقطة الشرطية، يعني اكثر من هيك ارجو من هالعالم اللي غادي تجي على المحلات احسن ما هم قاعدين بالايجار وقاعدين بالهاي. والحمد لله رب العالمين، المي تأمنت، صرف الصحي جاهز. تأهيل المنطقة الصناعية يعتبر مؤشرا لتنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية في دير الزور، والذي يعتبر شريان الحياة للكثير من الصناعيين في المدينة. ارتفع مؤشر سوق دمشق الأوراق المالية مع نهاية الشهر الحالي بشكل ملحوظ ليصل إلى 27.840 نقطة، وهي أعلى نقطة له منذ انطلاق السوق، حيث أغلق مرتفعا بحوالي 3.791 نقطة عن الشهر السابق له. كما بلغ مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX قيمة 4.141 نقطة، أي أغلق مرتفعا بحوالي 814 نقطة عن الشهر السابق له، في حين ارتفعت أحجام وقيم التداول خلال شهر تشرين الثاني بشكل كبير بالمقارنة مع الشهر السابق بدون صفقات ضخمة، وذلك بنسبة قدرها 79% لحجم التداول و 80% لقيم التداول. ويعود ذلك بحسب مدير التداول والإعلام في السوق أسامة حسن إلى الأداء المالي الجيد للشركات المدرجة وخاصة البنوك وفقا للإفصاحات عن البيانات المالية المرحلية لها عن الربع الثالث من العام 2022، بالإضافة إلى توزيعات الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال لدى البعض منها. كما بلغت القيمة السوقية الكلية لجميع الشركات المدرجة ما يقارب 5 تريليونات ليرة مع نهاية شهر تشرين الثاني، حيث ارتفعت بنسبة 16% عن الشهر السابق. منذ أكثر من 17 يوما والمواطنون يعانون من انعدام السرافيس التي تنقلهم من محافظة حماة باتجاه اللاذقية نتيجة إجراءات مرورية زادت من معاناة المواطنين. لا سرافيس تنقل المسافرين من حماة إلى اللاذقية وبالعكس،
توقف 25 منها نتيجة عدم حصولها على مخصصاتها من مادة المازوت منذ 17 يوما نتيجة نقل مخصصات السرافيس التي تحمل لوحة نقل حماه من اللاذقية لمحافظة حماه. نحن صرنا من 13 شهر ما عبونا مازوت، كنا نعبي من محافظة اللاذقية لأن الكمية بحما ما كانت تكفينا، صرنا نعبي من محافظة اللاذقية، هددونا بالشهر العاشر إنه ب15 شهر ما راح نعبي لكم، ضلوا عم يعبونا ل 13 الشهر 11 وقفوا التعبئة بكل محافظات سوريا، هيك قالوا لنا هن، وهلا نحن من 13 شهر ما نعم نعبي. رأى المحافظة رائد سلوم بعثنا أمين عبد الله، أمين عبد الله بعثنا رائد سلوم، رحنا بدنا نعمل مقابلة مع المحافظ كمان كان في زحمة ما قدرنا. رحنا على ساتكوب قال ليش محولينكم لعنا؟ مباشرة يحولنا من هنيك الكمية والكازية مباشرة احنا بنحدد لكم. وبعدين بعثونا على اللاذقية جبنا لهم فك ارتباط من اللاذقية، باللاذقية قال ليش بعثوكم بدنا فك ارتباط اذا نحن وقفنا لكم البطاقات يا استاذ. وقت اللي حملونا حسب القرار انه كل سيارة بتعبي محافظتها، نحن فعلنا بطاقاتنا من حماه، وبطاقاتنا كلها فعالة بس ما في لا كمية ولا كازية ولا في شيء نهائيا. ونحن موجودين وسياراتنا موجودة بس بدنا انه يعبونا مازوت لحتى نسافر، بس هالشيء هذا ما بدنا غير شيء. مطالب اصحاب السرافيس وشكاوى المواطنين لم تلقى الاستجابة أو الإجابة الواضحة من المعنيين، لا حلول حتى اليوم تسعف السائقين الذين توقف عملهم ومصدر رزقهم بسبب غياب التنسيق مع المحافظتين. كنا نحن نعبي من محافظة اللاذقية وهي آخر تعباية لنا بتاريخ 13 الشهر، قالوا لنا انتقلت الكمية على محافظة حماة ونزلنا على المواصلات وعلى التكامل ومفاعلة بطاقتي كانت لاذقية هي صارت حماة وكمية الشراء 44 لتر. بننزل هلا بنقطع البطاقة فعالة البطاقة بس الكمية ما أنا موجودة. المشكلة كبيرة يعني ما لا بيدنا ولا بيد السائقين، هي بيد المسؤولين، هن المفروض المسؤولين هن ينقذونا من هالموضوع هذا. بدي سافر وما في سير، يعني هي اليوم الثالث أنا ما رحت على دوامي وأنا بكرة باكل عضو بسبب مين؟ العالم كلياته ليك من الصبح الساعة 6 العالم كلياته واقفه هون. اليوم السبت اللي ساعتين هون بدي اطلع على الدوام، بكره عندي مذاكرات وفحوصات ولهلق. إذا لاقينا سرفيس بدي يطول ليطلع، بدي يروح يوقف على الكازي، يعد دور كثير دور أو سرفيس من هون ما بطلع، شوفت إنك اليوم يعني هي 4 ساعات مستنيين وما في سرافيس. أزمة المحروقات وتخفيض مخصصات المحافظات السورية زاد المعاناة معاناة، ولكن مطالب السائقين في حماه التخصيص ولو بنصف الكمية المحددة يوميا. وللحديث أكثر حول الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ رائد سلوم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بمحافظة حماة. أهلا وسهلا بك أستاذ رائد. أهلا أسي، أهلا فيكم. أستاذ رائد، أكثر من 25 سرفيسا على خط حماة اللاذقية توقف عن العمل نتيجة عدم حصولهم على مخصصاتهم من مادة المحروقات نتيجة نقل مخصصات السرافيس التي تحمل لوحة نقل حماة من اللاذقية لمحافظة حماة. لماذا لم يتم تزويدهم بالمازوت ريثما يتم النقل؟ يعني هدول السرافيس كانوا ياخذوا يزودوا من محافظة اللاذقية، فكر ارتباطهم من 10-15 يوم من دلاثقية واجوا لعنا. نحن بدنا نشتغل حسب أرضيب القوانين، فقدمنا لجنة المحروقات المركزية. لجنة المحروقات المركزية حولتها لقطاع النقل من أجل تكون الأمور ضمن أرضيب القوانين، تأخذ فيها قرار وتحول عن طريق ساتكوب إلى التكامل لفك ارتباطها باللاذقية وتحول إلى محافظة حماة. وإجوا السائقين لعندي وفهمناهم هذا الموضوع، ولكن بتوجيهات من السيد المحافظ قال انه يستمروا بتزويدهم حتى يقوموا بالاجراءات القانونيه. وتم تزويدهم لعده ايام ولكن هذا لم يقوموا باجراءات الاجراءات القانونيه لربط بطاقاتهم بالتكامل عن طريق محافظه حماه. لكن يعني استاذ رائد، فك الارتباط لماذا لم يكن هناك حلول قبل ان يكون هناك فك للارتباط؟ أنتي هدول نحن اجوا من محافظة اللاذقية اجوا لعنا وقالوا انتهت التليفون بدون ما يجيبوا ولا اسباب. نحن لا نقدر الا بطريقه قانونيه ان نرجع، وقلنا لهم لاجل الان عن طريق لجنه المحروقات المركزي تحول الى قطاع النقل، يتحول الى ساتكوب لعمل اجراءات قانونيه يعني لاجل فتحه في تكامل في الشام. يعني أستاذ رائد، يعني لو صح التعبير نحن ضعنا مع المواطن، المواطن يتجه للأستاذ رائد يقول له الأستاذ رائد اتجه لسادكوب، والآن أنت تقول لنا أنه المشكلة ليست حلها عندكم.
لا حل وليس حلها عنا، بدا اجراءات قانونيه في خطر فيه. هدول اجراءات قانونيه، نحن قلنا له انه نشتغل بالاجراءات القانونيه لنحول على طريق قطاع النقل ساتكو ومخاطبه التكامل لاجل فتحها، لفتح البطاقات عن طريق محافظه حما. ونحن جاهزين ودو جهاز سياده محافظ قال يخلوا كان بطاقات مفتوحه من خط اللاطقي وتمنا مستمرين 6 4 ايام، مو مشكله موجود بعد وجود عدم وجود بعض المحروقات، الوجود المشكله موجود بالبطاقه لم تفتح بمحافظه الباستمر باجراءات قانونيه. طيب أستاذ رائد، المواطنين منذ أكثر من 17 يوما يعانون من أزمة النقل، ما المدة التي تحتاجها المحافظة لحل المشكلة؟ مدة بالتوقيت الدقيق وتأمين المواطنين بالمواصلات. آسي نحن جاهزين نشتغل لهم معه، بس الموضوع مو عنا، عنا بد التكامل بالشام. نحن إجراءات عنا خلال يومين تنتهي الإجراءات، يأتي ممثل أحد السائقين ونقوم بالإجراءات خلال يومين من عندنا، بس بدنا فتحها بالتكامل من الشام على طريق ساتكوف. طيب أستاذ رائد، أنتم تواصلتم مع تكامل؟ لم تنتهي إجراءاتهم القانونية أنت. عفوا، ما هي الإجراءات القانونية؟ نحن إجت لعندنا الكتاب وحولناه قطاع النقل وتحول لساتكوف لأجل يستمر، ولكن السائقين لم يستمروا في العملية القانونية. ونحن جاهزين بأي لحظة نهار يجوا عندنا أول يوم دوام بالدوام، ونحن جاهزين على الموضوع. نعم الأستاذ نعم. ونحن تم فتح البطاقات 3 4 أيام، هدول الستات على بطاقة على 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 على, على, على نظام لاطقي. نعم. بس كيما ألو. شكرا الأستاذ رائد سلوم، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بمحافظة حماة، كنت معنا عبر خدمة الهاتف، كل الشكر لك. يشتكي مزارعو محافظة اللاذقية من ارتفاع أسعار الأسمدة إلى الضعف، إضافة لقلة الكمية، مما يهدد بتراجع الإنتاج الزراعي، خاصة أن الكثير من الفلاحين لم يعودوا قادرين على تأمين هذه المستلزمات ومواكبة ارتفاع أسعارها. قرار صادم لمزارعي محافظة اللاذقية الذين انتظروا فتح بيع السماد، ولكنه جاء مخالفا للتوقعات من حيث الكمية ومن حيث السعر، فالكمية قليلة والسعر في تضاعف، حيث يبلغ سعر كيس السوبر فوسفات 102500 ليرة سورية، وكيس اليوريا 150000، وكيس نترات الأمونيوم 82500 ليرة سورية. المزارع عنده قدرة على شراء الأسمدة، يعني خلال شهرين مادة اليوريا غلوها مرتين، يعني شو كيلو شوال السماد ب 150000، دار الحنطة من 1600 لل 1700 لل 2800 ليرة تقريبا، يعني ما ضل شيء للزراعة، المزارع ما عنده هالقدرة. موضوع السماد موضوع يعني صار شائك بالمرة، الغلل عم يصير بشكل مستمر وبشكل دائم، يعني صار عم يعملنا عائق كثير كبير من ناحيه الزراعات. واقف حاليا ما بعرف شو السبب، يعني هلا كمان هلا مسجل حاليا على القمح، قمح ما في، يعني هلا بدنا نزل الارض، الموسم راح يبلش، يعني ولا فينا نزرع عنا شيء، تسوي صارت الدنيا راس سنه، يعني بتعرف انت بلش موسم المطر والزراعه. حرام انه المزارع حيجي تكلفه الفلاحه والاسمده والقصاص والتربه وزيته واقف، ما من قبل المواطن، الله يعين المواطن. خبط على الراس تصحي للواحد شوي. وليس السعر فقط هو الصدمة عند المزارعين، وإنما أنواع المحاصيل والكمية القليلة، فالتوزيع مقتصر على محصول القمح فقط. ما فينا نشتري شوال سماد، كيف نزرع؟ أنا مزارع بالأساس، تركت الزراعة الله وكيلك، بدي لقط رزقتي من هون من هون، ما في شو بدي زرع؟ يعني أغلى من هيك سماد، بلا أغلى سماد أفينا مشروب الزراعة، لأنه كل شيء غالي، الأدوية غالي، البذور غالي، ما في شيء ما هو غالي. نحن بلدنا زراعي وبحاجة نحن نقوم إنتاج زراعي. نتمنى إنه الكل يتعاون، إن كان من حيث من كل الاتجاهات وكل الشرائح، ونقدر هالأمور هذه. لكن والله كمان الفلاح فقير، وقت اللي مثلا تغلى السماد وبتغلى أجور الفلاحة والعمل والكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسقلت كاهل المزارع، اليوم لا عندنا قدرة على الشراء بهالأسعار اللي رفعوها، والوضع المادي للمزارع مأساوي، التكلفة نار،
يعني اليوم هل يعقل انه ترفع الاسمده بهالطريقه هي؟ معقول يعني انه الفلاح كل شيء بده يجيها اسمده وتكلفه او كذا؟ يعني ما عاد لنا قدره انه نسمد الارض او شيء. يعني اليوم ما يضغطوا علينا بشتى الوسائل يعني انه نسلم انه اللي بيعط الارض او شيء. اليوم ما نسحب قروض بس لنوفي الاقساط اللي علينا للصيدليات الزراعي او لتاجر الفلين او يعني ما بقى لنا قدره. اليوم هالرفع هذا ما هو طبيعي. خيبة أخرى يجنيها المزارع الذي كان ينتظر أن يجني محاصيله وانفراجات على مستوى المزروعات تعينه على صعوبة الحياة وقساوتها في مشهد غريب وقاس لا يرتقي إلى جهد المزارع وتعبه. من اللاذقية باسم عباس، قناة سما الفضائية. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا. إلى اللقاء.